كابتن احمد مجاهد، وبعد التمارين الرياضيه الصباحيه تعالوا نشوف كابتن احمد مجاهد النهارده مجهز لنا ايه، ونرجع تاني نكمل مع بعض. خليكم معانا. مشاهدينا صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا بكم في الفقره الرياضيه من برنامجكم صباح القاهره. النهارده تماريننا خاصه بالجيم، الناس اللي بتروح الجيم وبتلعب تمارين باستخدام الويل. ليه المفروض ان انا العب بالتمارين باستخدام الويل؟ يعني ليه لازم ارفع اوزان؟ حضرتك لو انت ابتديت تخس تعمل برنامج غذائي من غير ما تشيل اوزان، اللي بيحصل كالتالي: دهون اوكي بتبتدي تنزل، بس عضلاتك بتبتدي تضعف، وده مما ينتج عنه ان هي ممكن تبقى عندها مستقبلات لتخزين الفات بطريقه اكتر، وبالتالي تلاقي الاجسام كلها نحيله ومتهرتله. ليه لازم نلعب بالوزن؟ الوزن برضه بيزود عندي معدل الحرق بتاعي وبيساعدني ان انا اكون في احسن شيب. تمرين النهارده كتير قوي شائع بيعملوا فيه اخطاء، اللي هو تمرين البار بالكتف الخلفي. ناس كتير قوي بتروح الجيم بيكون البار على الديسك بالشكل ده، ويبتدي يمسك كده وينزل خلفي. اتنين، التمرين دوت يكون فيه مشكلة بيسببها للفقرات العنقية، لأني وأنا بلعب كده بالظبط بيكون الرقبة بتاعتي بتعمل كده. مع الضغط ورفع الوزن بكون بكتم الأكسجين إنه يعدي يوصل للدماغ، فبالتالي التمرين ده بيعمل التهابات في الفقرات، بالإضافة إن هو تمرين مش صح. طب إيه التمرين ده؟ بيعمل إيه؟ وإيه البديل بتاعه؟ التمرين دوت بيستخدم العضلات الأمامية مع العضلات الجانبية. ممكن استخدم ايه بداله بيكون احسن؟ الدنابل بالشكل ده. دمبلين بيكون الوزن معقول، ايدي 90 درجة بالظبط كده لحد وداني، ما انزلش تحت قوي كده، وابتدي اطلع بوش لفوق بالراحة وبتركيز على عضلة الكتف بالشكل دوت. 6 7 8 9 10، تمرين بلعبه 3 في 10 عداد بيكون كويس جدا. ويا ريت الناس اللي هي اتعودت على البار الخلفي تراعي الملاحظ اللي احنا قلناها على التمرين ده. وفي نهاية حلقتنا اتمنى يكون موضوع تعملوا التمارين دي بشكل صحيح في حلقات تانية اجمل واحلى الله في حلقات تانية اجمل واحلى مع برنامجكم صباح القاهرة. طبعا بنشكر كابتن احمد مجاهد على النصايح الجميله اللي بيقولها لنا الصبحيه في صباح القاهره. يعني خلاص اتعودنا دايما يكون معانا فقره رياضيه كده، اتمنى كل اللي بيتابعونا يحاولوا حتى لو 5 دقائق الصبح رياضه كده يفرفشوا نفسهم ويبتدوا يفوقوا. الفقره اللي جايه معانا